وارعيسيا كذا بوس واوصايا دير كيكا ولقد معلوبية نبضينا الكادر وحتى هين عذيبي نبضينا الكادر وحتى هين عذيبي كنارن شيداكو كنارن نبضي صاب لهم مجا بانو خلا بحنو برا صاب كا ودل عصب ولا على يانو بحني قدومي قبل كسل الله وحها بدأي وهايو اللي حسنو شو جهر تقبل كسل واحد بعطيك مدعين شو شو بحب علينا شو شو بحب علينا واحد ما شك سارتين عدوي إنه جسد دولي إن إنه قل إن النبات كن نورانه هدي هذا اللب أنا يدعين أنت قربت هذا كخصيص أنت يدب سطير وكرر الجلينة هالجل ما خلنا waxaan noo qiimo badanaa inay maanta dadkii deegaankaasi hadalkii koobnaa ee dhexdooda maray inay halka ku ilaawaan iskuna caafiyaan soo saama abalanteenu degmada gabadhaar waa degmo nabada waxaad arkaysaan intaas oo bulsho ayaa ku kala nool oo ka kooban saddexda dhadhaar ee Soomaaliland ka kooban tahay marka waxa leenahay waa degmo inta badan ku suntan ku calaamadeysan jacayl horumarka iyo nabada jabhada Soomaaliland waxaan kala jecelahay inaan halka ku xuso qaasha safarka kala soo bilaabay bara saabka gobolka ilaa boorama ilaa garbada dar iyagana wax leeyahay aad iyo aad baad mahadsantihiin waxaan marnay loobin doonin ciidanka booliska ama ciidanka qaranka jabhada Soomaaliland oo iyaguna aad iyo aad markasta iyo waqti kastaba u heegan inay nabada iyo ilaalada dalkeena waxaan kala u mahadcelinayaa inaan loobin saxaafada نن أبوانها أو أنت الله أو نحرست عبد الله تم عد وحيلي تولدي الصومالي أمر كل بدر نعيس كبيرين قبل ذو كتير وحكم ذا هيد وحو الدري أما تابتي أما أركي أما قرتي إن دبعت هذا الصومالي على السياسي وهاي قبل ذو كتير واحد سرتي يعني ودليش هو جزء نمن كايين هذا كلا قبل أكم ذا هاي إنت عنك حوصلة نمن كي مرات كوجها مورك يا دارت لمن كان مصيبه دقن اللي سمرتيه واي ايوه قبيدي سنتا كحف سنه كامل هاي نقاس وحو تابتن حريصنا على كورا بي ان سياسيين تو ايهين كوا ضدك كلاقا قبل سادر تيد وحان باقا ندر يا دقمد يا دقن روحي هاي وارنا انو كهر تقنا سياسيا دانا ها قار كاله فرنتا سيد دقن ندر يا دقمد قبضا قار هان دنتين لوحي كو جتالا نبدل علينو هدي هذا اللبضان عيد عين انتي قربت هذا كخصيص انتي يدب سطير وانكرها لقلينا أنا أقول موسى حسين علابة عاقل موسى حسين علابة طبعا سلامة يا وجودة لبضة قبل كصعطة ما ملك لبضة قبل هذا عيد اللي يجيني هذا ما رحلها يما أردن يا إيوه أنت قال بس هذا يالك نقول ما دين الدقمة ما ملك الدقمة كم يدي محام كوراي قرط كيا عقل ضاي كم يدين وأنا كقدوني جبنا لبضة بانو عارينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعرف كوه حلال ده عيال الله بره رأوا الله عيسيا جذبوس وعيسيا جذبوس وأوصى يدير كذا. وين قد معلوبية؟ نك هو يدي عاي سقيس عاي. أبينا أماني أنا كان بيه. يسقيس عاي ولا فتي سعيا حساب تمكاس. أنا هو يدي شرف بيجا مضطاي. إن أنا أباي كبدنا هو يدي شرفا قروح متابع شرفا هو يدي كبدنا شرفا قروح بدر. وهذا وقتين قبرنا ونقطة تنبيه قبر يوم بالوالدك عيسيا كذا بورسنا قبر قرو ولا يلا ما قبر كله بالو ولا أصي حرام بكتها ويكح على سنتها هل كنا ترى تدوه كل عيا إلى هذا كورها في يوم كورها كحيني بلايا ولا ولا عذارها بودا تجنا دونا عربنا كم جورا يو تجار كم جوري مايو وحبا كم جوري مايو وعرف حمد هذا ليش كذا إلى هلا جيابو نكي عرف حمد جيستيو هذا يخوض الله إلى بكل حساب تمي مال ما تهين أم بسياسي هاو أم بوقال هاو أم بمرح هاو إلهي بقول حساب تامي لما بلشدا أو إسكت ضوبان والنا بعد رالينا والله كيف بدي بعد عوري واقع يلا أنا بجرو هدو دولة لا واق هدو عاقل سعيد محمد خالي خالي قليل كبري أنا كل واق هذا لي هذا الخير أبتدى يقول يدينا ولا بوسي فريد ويانا سفي عم بوهل على البوهل
أنا كنا على البنو قادم وحارة ضد كريس وما لا روش شيء إنه وهذه ولا لي هي اللي أبتي بالكنيال وأنا نبدي عانو ها أو قادم ضد قال كنا نبدي نه تالو ما دحضون ها على كتير نبدي تالو حتى فينا مجدتو قرب ضدر والنبض هدي اللي يلوا عل والنبض شلنا النبض به ما ترى والنبض حوجا دواقي هدي وكذوري وعد ما يستري ولا لا هيو سيد محمد عمر حرسي يا سعيد محمد بعد ما يستري وهاي كبحيان بالجيس وهاي كبحيان رالي جلين والنبض ذلك جدي سيد بدي سوى النبض بانو كباقينا قرب ضدر النبض بانو كباقينا انت ناطي من ضيق انت اللي جاي سنه سنه لما انتوا ضوان سلامينا وحنا اللي جوا قاعد نبط وارتا ان شاء الله تبليغ نبطات او الى ما لها كلا قبل كسو بلا ما بان سداسنا وحنا نقول كل في مسؤوليه ده يوم مسؤولين تقبل كا قبل هذا كايا انا صعنا انا قلنا وين تريني جا فاجر يقيم ميليها كسعودي ان يعني نبد فوقين سدا درتيد وحنا كم مرخاتي عاننا ما لها عضتكم كسو بحين سيد الواقع هذلي إيه نبضة بدنا رالي جلنا يقولون أنه قدموا رالي وان مرخاتان كنا سيد أدرتيد واحد ضمن يان إن أنا لقول نقول بان بان دتك فرعنا ومدنا واحد يقاوان نبضة سيد أدرتيد نبض جلية ده هلا عاد كيستو نقول بان نبضة كفلان تبليغ النبضة أي صوب بلعبين قدومي ياش قبل أوضل يسلل عقاش الله صعطة تلياش الله صعدان لما أنتوا دوين قدوني أرتا تبليغ عنا بده وحنا الله أنا هين بتجلي ذين لا إله ليه إنه نو هو إنه واجب لأن اللوج سود جيستو بريهم واحد يصعده هذا الله كسب بحي ديجان كنا واللي بنا ابتيع شيء يطلق أي أو عيسية سمرانا والله شيء قص عيد بين رجال قلي ما كبحيننا كن شربنا نقول رجال قلي كبحيننا واحد داعي لما أنتي ترى رجال قلي ما كبحيننا dadkani dad meel kale tagay ma aha ilaahay baa wada dajiyay nabadda u dana inay nabadgelyada qaataan qaranka Soomaaliland dhinac joogsadaan baan doolinaa ta kala waxaan leeyahay labada barasaab laba magac baan u kala bixino midna mid mideeya la yiraahdo midna walaaleeyay barasaabka awdale cusub walaaleeyaan u bixinay uu soo walaaleeyay la awdalo dhan gudoomiyaha gobolka Salal la wuxuu ahaa mideeyu haayo lix sano uu joogay horta gobolka Salal wax dhibaato kama dhicin uu mideeyay dadka dhexbu ahaa intii aan kula shaqeynay labada barasaab baan loo baahan yahay meel kasta oo soo wada marnay sida maanta garbada dar u hadashay ee fiican bay wada hadlayeen meel walba waa la isku turxaantay yareeyday dhacday iyo xantaftii hadalkii duulay waa la iska raali gelinayay waa la iska qoro-qoreynayay waa la iska walaalaysanayay nin walba ana khaldamay iyo adigu maad ka roonaatid iyo adigu maxaad u roonaan weyday iyo walaalnimo iyo wada sheekaysi ay ku soo dhamaatay maantana gabagabadii iyo halkii u dambaysay baynu joognaa oo garba dadara anaguna maanta fariinta aan sheegaynaana waa nabad iyo walaalnimo inay taa halka ka jirtaa meel walba ay ka jirto nabad baan ilaahayna ka rajaynaynaa runtii garba janno waxay ka mid tahay magaalooyinka gobolka Salal waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu koritaanka fiican leh waxaan noo qiimo badanaa inay maanta dadkii deegaankaasi hadalkii koobnaa ee dhexdooda maray ay iyagu qaataan maadaama ab iyo abji isku yihiin inay halkaa ku ilaawaan iskuna caafiyaan soo saama abalanteenu soo saama abalanteenu soo in xumaanta halkaa lagu reebo maaha intaa waynu ka midaysanahay soo maaha allah inoo aqbalo runtii farxad bay noo tahay safarka uu chiefku nagu hoggaaminayay waxa uu nagu soo gabagaboobayaa xaggii tabliiqa nabadda magaalada garba janno ama garba dadar ama garba raaxo saddexda magacba waa leedihiin inuu socdaalkii tabliiqa halkan noogu soo gabagabowo waxayna farxad gelinaysaa oo ay tahay siyaasaddii annagoo fulinayna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee ahayd dadka wada dhashay nabad iyo walaal iyo horumarnimo loo doono inaad sideedii noola qaadateen oo inaad nala fulisaanna ay tahay taasina annaga waxay noo tahay tusaale wanaagsan waxaa dhisteen gobolladii awdal iyo Salal waxaa dhisteen annaga sharafteedii waxaa dhisteen sharaftii qaranka waxaa tusteen cadaw kasta oo ku hamiyay inaad salaanka ka dhacdaan inay dad salaanka sida kaga dhacayaan waadna sharafteen allah inna sharfo waadna karaamayseen allah inna karaameeyo waxaad dheeli tirteen nabadii jamhuuriyadda Soomaaliland waxaad meesha ka saarteen cadawgii inagu soo duulay ee inoo ogoleyn inaan nabad ku noolaano oon harka wada fadhino
oo halkay naga saaray aad iska diideen jar baad ka xorteen intuu jari naga xoori laha nabadgelyada markii horeba aabaad u ahaydeen hooyana waad u ahaydeen gobolada awdal iyo selan ayay ka timid nabadgelyada maanta Soomaaliland lagu naaloonayo ee lagu dagan yahay haykalka dawladnimada ka yimid innaga iska leh inaan ilaashanana xaq baan u leenahay shuu shuu bax baan leenahay aniga maanta waxa ay xanta xantaynaya labadaydii gacmood waa kuwa waa aabiye hooyo hooyadu saddex goor bay nabigu kaleey salaatu wasalaam ayay ka darajo badan tahay aabaha waa ninka hooyo u tacfal khayr sameey waa isna adduunyo aakhira midna ma leh hooyo waa qaali aabiye hooyo waa tafiirtii aan ka soo tafiiranay labaduba waajib bay nagu leeyahay inaan ilaalino dalkan iyo dadkani aftirsiin uma baahnee wuxuu u baahan yahay in la walaaleeyo waar ilaahay ha laga boqo nabadda sidaa loo xidha ha u waarto ilaahay ha ina karaameeyo dariiqa xaqa allah ina tuso soomaaliland noorato